FM. الكلمة ليك. أي شو المطلوب؟ المؤتمر شنو بالضبط؟ يعني توا الكلام تقول هذا فيه كلام نظري، ثم البعض يقولوا هذا نابع من موقف استئصالي يتهمك بهذا على أساس أنك أنت ماكش متفق مع حركة النهضة وتشريكها في الحكومة، وبالتالي قاعد تعتبر أنه هذا ثم تواطؤ وخيانة للرسالة الانتخابية. فما شيئين، أولا حتى المؤتمر، إذا كنا سنمضي إلى المؤتمر وهذا سيأتي يعني آجلا أم عاجلا، فإن الذهاب إلى المؤتمر بنفس عقلية إنجاز قوائم الانتخابية وبنفس عقلية توزيع الوزارات وبنفس الطريقة التي يدار بها الحزب في المرحلة الفارطة، فإن المؤتمر سيكون ذرا للرمادي على العيون. إذن لابد من تصور آخر لقيادة نداء تونس في هذه المرحلة. كيفاش بالضبط؟ من الذي يقود؟ بالتعيين بالتعزيز كيفاش؟ لا، أريد أن أفهم شيئا. الآن من الذي يقود الحزب الآن في هذه اللحظة؟ لا أحد يعرف الحقيقة من الذي يقود الحزب. الهيئة التأسيسية فقدت الأهلية والشرعية والمشروعية. يعني هل من الممكن أن سنة 2014 نضيف إلى قائمة الأعضاء المؤسسين اللي كانت موجودة سنة 2012 أسماء جديدة؟ على شنو؟ على خاطر فما رئيس كتلة. وشكون رئيس كتلة هذه؟ ومن اختاره رئيس كتلة؟ هل اجتمعت كتلة حركة نداء تونس واتفقت على اختيار شخص لقيادتها؟ كابا فان الكلمة ليك.